لقد دقت ساعة الانتصار وابتدأت عمليات تحرير الموصل. ساعة حاسمة وشوية مصيرية، كنا نتأمل يصير هاي الساعة حتى نتحول من الظلام إلى الانفتاح على العالم. والله استبشرنا خير يعني، وتعرف أنت واحد يتحرر من ظنك كنا يعني حال شان أمور تعبانة بشكل. كان شعورنا حيل حلو صراحة وفرحنا، بس هم كنا متخوفين بعض الأمور تعرف أنت، كان أسلوبهم حيل قاسي، كانوا بعض الدواعش يعني أي منطقة بداية تحرير هذه تقرب القوات الأمنية يبدون يقتلون منتسبين والعوائل تعرف أنت، كانت يعني شلون حياة بشري خلينا نقول أو الصد كانوا يطلعون الناس. كانت لحظة بالنسبة لي مصيرية، يعني كنا في أزمة ما نحسد عليها، وكنت بانتظار إنه كل اللي في بالي إنه يعني خلاص من انطلقت راح نتحرر مباشرة. والله شعور لا يوصف، بين الفرح بين حزن بين المصير المجهول. والله احتيينا من جديد، ايه والحمد لله تحررنا وطلعنا من ماسات من الدواعش. هاي الذكرى تبقى يعني اثرها كبير عند الموصليين، الشعب الموصلي يتذكر هذا اليوم بكل فرح. قوات العراقيه طبعا القوات الامنيه الكل بكل صنوفها من طبه الموصل بهاي الفتره وبهذه الذكرى بهذا اليوم كنا ننتظرهم بفارغ الصبر حتى يحررونا من داعش